السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم أول يوم في عيد الأضحى المبارك 9/7/2022 في مصر، سجل سعر الدواجن البيضاء 39 جنيه، الدواجن البيضاء المجمدة 48 جنيه، الدواجن البلدي 52 جنيه، أما البيض سجلت 30 بيضة كرتونة 30 بيضة 63 جنيه، 30 بيضة الأحمر سجلت 65 جنيه، 30 بيضة الكرتونة البلدي 70 جنيه، أما كيلو لحم الكندوز سجل 168 جنيه، لحم الكندوز الكبير 168 جنيه، لحم البتلو 161، لحم الضأن بالعظم 163. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.